المسألة التي نختم بها الغسل ثم ننتقل للمرحلة الرابعة، إذا لم يمكن غسل الشخص، إذا وجب تغسيل الشخص، وجب تغسيل ميت الذي لا يجب تغسيله شخصان تعرفون، الشهيد ومن، والطفل الذي يكون عمره أقل من 4 أشهر. إذا وجب تغسيل الميت، إذا وجب تغسيل الميت ولم يمكن تغسيله لسبب أنه مثلا مصاب بحريق ولو غسل لتقطع جلده، أو أنه مصاب بمرض معدي فربما لو غسله أحد لأصيب المغسل بهذا المرض ربما، أو أنه لأي سبب من الأسباب يكون، أو لم يوجد ماء ونحو ذلك، فما الذي نفعله؟ نقول الحكم هنا كالحكم في غسل الجنابة، الحكم هنا كالحكم في غسل الجنابة. غسل الجنابة إذا لم يستطع المرء أن يغتسل فإنه على الصحيح واختيار الشيخ تقي الدين، فإنه إذا استطيع مسح العضو أجزأ، فإنه أولى من التيمم. إذا نبدأ نقول إذا لم يمكن غسل الميت كاملا أو جزء منه فيكفي المسح، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، يعني شخص لا نستطيع تغسيله فإنه يكفي مسحه بخرقة إن أمكن ذلك، خرقة فيها ماء طبعا، مسح، وهي الدرجة إيش قلنا تذكرون الأولى، يجزئ المسح عن التغسيل. طيب ما أمكن مسحه أي بالماء؟ قالوا فإنه حينئذ ييمم. وكيف يكون تيميم الميت؟ لك طريقتان أيها الميمم، إما أن تضرب أنت بيديك على التراب ثم تمسح وجهه ويديه، فتمسح وجهه بيدك أنت ثم تأخذ يديه فتمسح عاليها وباطنها، ظاهرها وباطنها معا، الحي يمسح الظاهر فقط لأن الباطن ضرب عليه على الصعيد، وأما الميت فإنه يمسح ظاهره وباطنه معا. هذه الصورة. الصورة الثانية في تيميم الميت كيف ييمم، أن تأتي بخرقة وتضربها على الصعيد، تأتي بخرقة وتضربها خرقة عادية ثم تمسح بهذه الخرقة وجه الميت ويديه. إذن هذه هيئتها، هذه هيئة تيميم الميت، لك صورتان إما بيديك أو بخرقة فقط، والباقي ما يأتيه تراب ولا يأتيه ماء ولا شيء، مثل الحي تماما، مثل أحكام الحي تماما، فقط الوجه الذي الكفان فقط، لا يوصل بهما إلى